بدك نعمله ولا لا؟ اي استاذ موافق، اعمل اي شيء، المهم لاكشمي تطلع برات السجن. انا معك وجاهز لاي شيء حضرتك بتقلي عنه. طيب مرحبا. مرحبا، كيفكم؟ مرحبا. اهلين فيك. مساء الخير سيدي. شو رجعت؟ هاد إلك. ولا شو هاد؟ لشو؟ مو لشي حضرة المفتش، بس اشتهيتك فيها لأنه وأخيرا لاكشمي رح تطلع من السجن بكرة، وكمان حلوان إنه رح تخلص من شوفتي بهذا المخفر. قلت بودعك وبعطيك حلوان هالأخبار الحلوة، لهيك قلت لحالي لازم إجي وجيب لك هذا الحلو. تفضل سيدي، بتستاهل، تفضل. شكرا. دوق كتير طيبة. تفضل. تفضل. شكرا لإلك. خلص أنا رح تابع. صحة وهنا. تفضل سيدي. عن جد انه مزوق هالزلمه. صحة وهنا. لحظة مدام، تفضلي. بس على الأقل استنى لك شوي بس لتطلع وضيف. عندك شك؟ مفكرتيها ما رح تطلع؟ شو هالحكي؟ أنت ضابط والضباط من النظر بيكشفوا المجرم، ومبينة لاكشمي ما لا مجرمة. مدام، لاكشمي مستحيل تعمل أي شيء غلط، لهيك أكيد بكرة رح تطلع. حضرة المفتش من الأخير، بتخليني شوفه ولا منلعب مثل المرة الماضية؟ شرطة وحرامية. ليش لحتى تعذبهم؟ خليهم مرتاحين. المرة الماضية انت اللي ما التزمت. هالمرة بالتزم. جد؟ بس انا مو كتير بصدقك. لا سيدي، هي المرة فيك تصدقني، لانه هلأ غير قبل. بوعدك فوت شوفها كم دقيقة، بس تقلي امشي بمشي فورا. ايه خلص ماشي فوت. تمام، فيك تشوفها. شكرا كتير، فضلت سيدي. بس هي آخر مرة، روح ولا تطول. ماشي. شكرا، صدقني ما رح أنسى معروفك هاد كل حياتي. ليك أهم شي ما تلزق هنيك عندها، بس قلك امشي بتمشي. عن جد شكرا على معروفك وعلى إنسانيتك، بس بتعرف أنا مو بالضرورة أجي لهون لشوف لاكشمي، لأنه هي معي وجنبي كل الوقت، ساكنة بقلبي وبعيوني. ساكنة بقلبك لكان وبعقلي وكمان بروحي وأفكاري. لاكشمي بس غمض عيوني بشوفها وكأنها قدامي، بس أنا بصر إجي لهون كرمالها مو كرمالي أنا، لأنه بس تشوفني بتتفائل وبترجع للضحكة، بتحس إني جنبها وبتصير أقوى بكتير، وأنا مستعد أعمل أي شيء كرمالها تضلها تضحك. رح روح لأنه لازم فرحها لمرتي. ماشي؟ شكراً كتير، أنا رايح. مستحيل قديش متعلقين ببعض.